بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا فض فوك، نورتنا وشرفتنا ونتمنى لك التوفيق بإذن الله، ما يكون آخر ظهور لك بإذن الله سواء على هذه القناة وعلى أي قناة أخرى.